ننتقل إلى هدفي الثالث، هو أن أعدل أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. شكرا عبد الله، قبل ما نتكلم بشكل مفصل عن المحاصيل الزراعية، من يعدد لي المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ نعم فاطمة. أستاذ الشعير، نعم القمح، تمام. الزيتون، الحمضيات. نحن مصنفين، ليش ما مصنفين يا فاطمة؟ نقول القمح والشعير هي من أين الفصيلة؟ من الحبوب. من الحبوب، أحسنت. إذا عندي القمح، الشعير، نعم. غير إيش في عندي محاصيل في الوطن العربي مشاهدة؟ أستاذ البقوليات كمان. بقوليات مثلا، ك حمص، عدس، حمص، عدس، فاصوليا. نعم، فول، هذه من البقوليات، أحسنت. من يكمل؟ من يعدد لي غيرها التي عددتها فاطمة؟ يلا يلا نشوف. أستاذ حمضيات، زيتون. حمضيات، أحسنت. الحمضيات هي من نوع من الأنواع أشو؟ الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة، في عندي المثمرة. الأشجار المثمرة، الحمضيات، نعم. في عندي غير الوطن العربي مشهور بنوع من زراعة الأشجار المثمرة، هو النخيل، أستاذ القطن. القطن، القطن هو من المحاصيل الصناعية يا فاطمة، تمام، صح مو شجرة. أستاذ. تمام، في عندي النخيل، نعم، الوطن العربي مشهور جدا بالنخيل، بالتمر، 85% من النخيل موجود في العالم، لاحظوا 85% من النخيل موجود في العالم يعود إلى وين؟ إلى الوطن العربي. وين بيعود؟ للوطن العربي. في عندك كذلك الزيتون، أليس كذلك؟ الرز، نعم أستاذ. شواندار. هذا الشواندر محاصيل صناعية، الرز من الحبوب. في عندي من الخضار، ما هي كذلك أمام المحاصيل الزراعية في الوطن العربي؟ البقوليات، نعم، في عندي، الباذنجان. نعم، أحسنتم. إذا فنقول تصنف المحاصيل الزراعية في الوطن العربي إلى محاصيل، نقول غذائية ومحاصيل صناعية، أليس كذلك؟ نعم. فالمحاصيل الغذائية مثلا نقول مجموعة الخضار، مجموعة الأشجار المثمرة، الحبوب، والبقوليات. أما المحاصيل الصناعية، يعني التي تدخل خاماتها أو موادها الأولية في الصناعة، مثلا نقول القطن، صناعة الألبسة، قصب السكر، صناعة السكر أو الشوندر السكر، الكتان، الألبسة إلى آخره، محاصيل الزيوت النباتية، أليس كذلك؟ كمان عند عباد الشمس، أليس كذلك؟ فهذه أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. لاحظوا طلابي، هذه الخريطة واضحة عندكم؟ واضحة طلابي؟ نعم أستاذ. نعم واضحة. نعم، بنلاحظ طلابي أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، لاحظوا أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، الرز، تمام، الزيتون، نعم ازاي. الشوندر السكري، الكرمة، ايش معنى الكرمة؟ مين بيقول ايش معنى الكرمة؟ العناب. عنب، البن، البن، ما هو البن؟ قهوة. حمضيات، قصب السكر، ليب. كتان، قمح، موز، نخيل. نلاحظ من خلال هذا التوزع، لاحظوا أغلب المحاصيل الزراعية في الوطن العربي توجد في الجزء الشمالي من الوطن العربي وعلى جوانب الأنهار، لاحظوا هنا وهنا، ولكن حسب نوع المحصول، مثلا نخيل، لاحظوا أين يتركز نخيل؟ في الواحات، لاحظوا هنا نخيل، طلابنا نحفظ مواقع انتشار هذه الحاصلات الزراعية، نخيل، هنا نخيل، إذا لاحظوا وهنا. نلاحظ البن، أين يوجد البن في الوطن العربي؟ ما هي أهم الدول العربية إنتاجا للبن؟ نعم فاطمة، أين يوجد البن في الوطن العربي؟ أستاذ، هو بشبه الجزيرة العربية، بس أي مكان بالتحديد ما هاي حاصل. هذا، لحظة فاطمة، لحظة، هذه إشارة البن، صح؟ نعم أين توجد في الوطن أستاذ، العربي؟ أنا
أستاذي ينبيني علي بس ماني عارفاني شو اسم الدولة الأردن. لا مو الأردن. أو طلابي محضر اليمن. اليمن أستاذ اليمن. اليمن أحسنتم. طلابي بدنا نحفظ الأسماء. مثلا هذه اليمن، هذه سلطنة عمان، الإمارات، البحرين، عفوا قطر، البحرين، الكويت، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، السودان، أريتريا، جيبوتي، صومال، ليبيا، تونس، الجزائر، المملكة المغربية، وموريتانيا. طلابي بدنا نحفظ مواقع الدول. بدنا نعمل لكم اختبار في هالموضوع هذا، ماشي؟ لما نلاحظ البول يكون في هيك انه واضح. نعم اذا عندك ببعثكم خريطة لاقطار اسماء الاقطار العربية مواقعها، ماشي؟ لاحظوا البول مثلا يتركز في منطقة واحدة لأهم الدول العربية إنتاجا، حتى يعتبر البن اليمني من أفضل أنواع البن في العالم. فمنلاحظ هنا ساهم كيف تنوعت محاصيل، ساهمت العوامل الطبيعية. طبعا يعود تنوع المحاصيل إلى العوامل الطبيعية والأقاليم المناخية، فساهمت هذه العوامل في إنتاج هذه المحاصيل. نلاحظ خاصة بالسكر الطلابي، لاحظ انتشاره كذلك محدود وخاصة على جانبي وادي النيل. لاحظوا هنا قصب السكر في مصر، وهنا بشكل رئيسي هنا يتركز قصب السكر. أين يوجد في أي منطقة؟ من يقول لي؟ استاذ عندنا في سوريا في قصب سكر. ما أعرف يعني مين ألا، وأنا ما شفت. وين شفت ألا قصب سكر؟ أنا ما شفت. ليبيا استاذ. لا ألا شوندر سكري. شوندر استاذ. مصر والسودان. مصر والسودان غيره. لاحظوا هنا المغرب، المملكة المغربية. نعم تمام تمام نعم. طلابي ليش نحن عم نركز على الخريطة؟ نحن بيجينا سؤال امتحاني جاي، يعني ارسم مصورا للوطن العربي وثبت عليه مثلا منطقة لزراعة قصب السكر. أنا إذا حطيت قصب السكر في ليبيا، معناتها شو صار؟ أنا عندي الجواب مثلاً أنا حطيته شو؟ خطأ. ماشي؟ ماشي طلابي؟ تمام أستاذ. المهم إنه مثلاً نحط تركزوا مثلاً بالمغرب، يعني مو إنه بالضبط وين محله. إيه تمام، بس نحط بالمغرب. المغرب لاحظوا هنا، هنا منطقة، هنا منطقة، هنا منطقة. لاحظوا البن، وين البن؟ في بس في اليمن. يعني إذا حطيته في أي دولة عربية غلط. نحطه وين؟ في اليمن. الموز، الموز وين؟ الموز عندنا موجود موز بمصر. الصومال. الصومال لاحظوا حاطين موز هنا، هذا هو الموز. ماشي يا طلابي. القمح إذا حطيته في سوريا، حطيته في مصر، حطيته في الجزائر، حطيته في المغرب، أين ما حطيت القمح مثلا في السعودية، لاحظوا هنا القمح هنا، أي ما حطيته بيمشي الحال. كذلك عندي التمر أو النخيل، مثلا السعودية مشهورة جدا، السعودية، قطر، الإمارات، دول الخليج، أو مصر، أو ليبيا، أو أي ما حطيت نخيل، النخيل بيمشي الحال. العراق مشهورة جدا في النخيل إلى آخره. فطلابي بدنا نحفظ هذه الخريطة. مثلا نحن أخذنا كذلك الثروات الباطنية في الوطن العربي، توزع الثروات الباطنية، بدي أحفظ كذلك خريطة توزع الثروات الباطنية. ماشي يا طلابي؟ تمام. نعم. إذن المحاصيل الزراعية في الوطن العربي، إذن أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي كما ذكرنا طلابي، نبدأ أولا بالحبوب. إذن حبوب، إذن وصلنا إلى مجموعات الحبوب، مجموعة بقول، مجموعة محاصيل زيوت نباتية، محاصيل سكرية إلى آخره. إذن الحبوب، إذن تعتبر أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. طبعا ما اهم الحبوب؟ ما اهمها؟ القمح. القمح. القمح طبعا يعتبر القمح من اهم المحاصيل الحبوبيه في الوطن العربي، وتحتل زراعته اوسع الاراضي. اوسع الاراضي الموجوده في الوطن العربي تزرع تعود الى القمح. طبعا لماذا؟ بسبب قيمته الغذائيه، يعني الخبز مثلا. بنلاحظ اذا رحنا مثلا على الصين، الصين عندهم القمح يحتل المرتبة الأولى؟ لا. ما شو بيحتل المرتبة الأولى؟ الرز. الرز مشهورين جدا في أكل الرز.
فنحن في مناطقنا يحتل القمح المرتبة الأولى في الوطن العربي نظرا لقيمته الغذائية وتوفر شروط زراعته، توفر شروط زراعته خاصة المناطق المطلة على البحر المتوسط. تمام، كمية أمطار بده مطر من 300 ملي متر وما فوق تنجح زراعته حتى 250. إذا ما صار عندهم مطر يزرع في بعض المناطق يزرع ريا، يزرع ريا. تمام، مثلا في سوريا يزرع مثلا في سهول الجزيري، مثلا الحسكي هي أولى المحافظات السورية بزراعة القمح، هكتارات كثيرة تزرع بالقمح. طبعا الأدوات المستخدمة، طبعا الآلات الثقيلة، الحراثة، جرارات، الحصادات إلى آخره. طبعا أول دولة عربية في إنتاج القمح في الوطن العربي هي مصر، نحفظ يا طلابي. تمام، إذا أول دولة نعم. عربية بالإنتاج مصر، ولكن من حيث المساحة تحتل المغرب. المغرب من حيث المساحة المزروعة تأتي المغرب في المرتبة الأولى، ولكن نحن بهمنا الإنتاج، ما بهمنا كتر المساحة. المغرب هي أول دولة عربية من حيث المساحة المزروعة بالقمح، لكن هنا يعود إلى إنتاجية الهكتار، مردود الهكتار. طبعا في مصر المحصول مش قد يطلع أكثر. نعم، مثلا الدلم، مثلا الدلم 10 مثلا 8 أكياس. تمام، بنلاحظ مثلا في المغرب يعني البيئة المزروعة. نعم نعم يا إنتاج أحسن. نعم، السبب في ذلك أنه مصر ليش إنتاجية الهكتار فيها في اعتمادها على أسلوب الزراعة الكثيف. تمام، أما المغرب فتعتمد على أسلوب الزراعة الواسعة، وقلنا أسلوب الزراعة الواسعة يعتمد على الأمطار، وعندنا كمية الأمطار في الوطن العربي إيش قلنا؟ متذبذبة، وبالتالي كمية الإنتاج متذبذب. أما في مصر فتعتمد على أسلوب الزراعة الكثيف، يعني الزراعة المروية. تمام؟ نعم، إذا فأول دولة عربية بالإنتاج مصر، تليها المغرب، ثم سوريا. سوريا تحتل المرتبة الثالثة في الوطن العربي بالإنتاج، كذلك تليها الجزائر والسعودية وتونس إلى آخره. فهذا هو القمح. نعم، من يقرأ القمح؟ هلا فاطمة. أستاذ بقرأ كل المحاصيل الزراعية ولا بس الحبوب؟ قرأ الفقرة كلها. نعم يا فاطمة، المحاصيل الزراعية. المحاصيل الزراعية في الوطن العربي يمكن تصنيف المحاصيل الزراعية إلى محاصيل غذائية ومحاصيل صناعية، كما يمكن أن تصنف إلى مجموعات مثل مجموعة الحبوب ومجموعة البقول، مجموعة محاصيل الزيوت النباتية والمحاصيل السكرية ومحاصيل الألياف. الحبوب، زراعة القمح أهميتها تفسر أهميتها أهمية القمح في الوطن بما تفسر أهمية العربي. يحتل أوسع الأراضي الزراعية بسبب مزاياه الغذائية وتوفر شروط الزراعة. يعد القمح أحد أساليب التأثير الاقتصادي في القرار السياسي للعديد من دول العالم. حسن. نعم، أكملي. شروط ومناطق زراعته، يزرع في المناطق الممتدة إلى الشمال من درجة عرض 30 درجة شمالاً، حيث المناخ المتوسطة وكمية الأمطار لا تقل عن 300 ملم أو ما يعادلها من مياه الري. كما تنتشر زراعة القمح حالياً في السهول، حيث يمكن استخدام الآلات الزراعية الثقيلة في عملية الحراسة والبذور والتسميد، وتترك الأرض غير الخصبة كمراعي، وهذا يعني أن هذه السهول تنتج محصولاً نباتياً وثروة حيوانية معاً. أولى الأقطار تنتج مصر وسوريا والمغرب 70% من الإنتاج العربي، بما تفسر مصر أكثر الدول إنتاجاً للقمح بسبب زراعة المروية الكثيفة، بما تفسر أوسع الأراضي المزروعة بالقمح في المغرب، ورغم ذلك تقل إنتاجيتها لأنها تعتمد الزراعة البعلية، وكذلك الحال في الجزائر والمغرب والعراق. أحسن، إذن هذا هو القمح. هذا سؤال طلابي على القمح في الوطن العربي. ننتقل إلى الفصل الثاني والثالث في الوطن العربي من الحبوب، الشعير. طبعاً الشعير يلازم القمح في زراعته، ولكن في المناطق الأقل مطراً وأقل خصوبة. لاحظ السكان في مناطقنا أين بيزرعوا الشعير؟ المناطق اللي ما بتنجح فيها زراعة القمح، فيقومون بزراعة الشعير. تمام طلابي؟
إذا يزرع الشعير في المناطق زراعة القمح الأقل خصوبة والأقل مطرا. وأكثر دول العربية إنتاجا بالشعير المغرب، في عنا سوريا، كذلك في عنا الجزائر طبعا، والعراق كذلك ينتج نسبة لا بأس بها من الشعير. فالعراق وسوريا والجزائر والمغرب تنتج أكثر من 80% من الإنتاج العربي. إذا الأقطار الأربعة هاي أكثر من 80% من الإنتاج العربي يعود لها من الشعير. المحصول الثاني من الحبوب هو الرز. هل يزرع الرز في سوريا طلابي؟ لا. ليش؟ لا أستاذ. ليش؟ لأن بده مي كتير. مي كتير وبده حرارة مرتفعة. تمام، بده حرارة مرتفعة يعني لا تقل عن 20 درجة طوال السنة، وهذا الأمر ما متوفر في سوريا بشكل كبير. تمام، فمنلاحظ، وطبعا بده يكون إضافة إلى تربة خصبة. تمام، الصومال زرعته ولا مصر؟ مصر، الرز المصري مشهور. وكذلك وين؟ في العراق. يعني بده تربة خصبة، بده يكون تربة خصبة، بده يكون حرارة مرتفعة لا تقل عن 20، ومياه مغمور بالمياه طوال السنة تقريبا لا يقل عن 5 شهور تقريبا، شرط أساسي لزراعة الرز. فنقول عن الرز هو محصول ماذا؟ صيفي. نقول عنه محصول صيفي. تمام؟ طبعا أول أقطار العربية إنتاجا بالرز هي مصر والعراق. طبعا السبب لتوافر ظروف مثالية لزراعته من سهول فيضية، إمكانية ري غمرا بالراحة في دلتا مصر والحوض الأدنى لنهري دجلة الفرات، ووجود كثافة سكانية تلبي احتياجات العمل. طبعا الرز يحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة، كما بيحتاج إلى رأس مال، كذلك يحتاج إلى رأس مال. إذا هذه الشعير والرز. نعم، من يقرأ لي؟ محمد. أستاذ، الشعير شروط ومناطق الزراعة. يزرع في مناطق زراعة القمح الأقل خصوبة وأمطار وأمطارا، ويساير توزعها الجغرافي لتوزع القمح. أو للأقطار المغرب والعراق وسوريا والجزائر، وتنتج هذه الأقطار 80% من الإنتاج العربي للشعير. الأرز شروط ومناطق زراعته. محصول هو محصول صيفي، يحتاج إلى مناخ مداري أو شبه مداري، وحرارة تتراوح بين 20 حتى 22 مليمتر لمدة لا تقل عن 5 أشهر، وكمية الأمطار لا تقل عن 500 مليمتر أو ما يعادلها من مياه الري. أكثر الحبوب حاجة لإعداد كبيرة من اليد العاملة، ويحتاج إلى رأس مال، وعادة حقوله صغيرة المساحة. وعادة حقوله صغيرة المساحة. أولى الأقطار مما تفسر تركز زراعة الرز في كل من مصر والعراق. 1، لتوافر ظروف مثالية الزراعة بسهول فيضية. 2، إمكانية ري غامرا بالراحة. ريه غمرا بالراحة في دلتا النيل والحوض الأدنى لنهري دجلة والفرات. 3، وجود كثافة سكانية عالية تلبي احتياجات العمل في زراعة الرز. تمام طلابي، عندي هذا التعليل هام جدا، علل تركز زراعة الرز في كل من مصر والعراق. تمام طلابي، مركز على هذا التعليل، ماشي؟ تمام. نعم.